زكاة الفطر أفضل وقت لخروجها يوم العيد قبل الصلاة، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين إذا خرج الثامن والعشرين والتاسع والعشرين، وإذا تم الشهر كذلك الثلاثين، فهذا كله وقت للإخراج. ومن لم يخرجها وفات الوقت فإنه يأثم ويخرجها قضاء. إذا صلى العيد ولم يخرجها يخرجها بعد صلاة العيد قضاء مع التوبة والاستغفار.